مفيدة يمكن سنتحدث عنها لاحقا بالتفصيل، لكن دعني أقول لك، أسألك سؤال الآن، هل بحكم أنه قيام ثورة أو التغيير الثوري في المملكة العربية السعودية فيه مضار كبيرة على المصالح الأمريكية، إذا حصل التغيير مثل ما حصل في تونس والحوض، ألا ترى أنه الوجهة الآن تقرب أو تقترب أو حصول اتفاق تقريبا إلى اقتراح الأمير طلال بن عبد العزيز بالتغيير إلى المملكة الدستورية عوض على المملكة المطلقة؟ هل يمكن أن يكون هذا حل لأمريكي أو حل غربي لحماية مصالحها وحصول أيضا تغيير يرضي الأطراف الكبيرة داخل المملكة العربية السعودية والتي لا تطلب إلى حد الآن رسميا غير الإصلاح؟ نعم، طلال بن عبد العزيز عنده رؤية ومشروع، وحتى ابنه يبدو أنه طموح جدا لأن يصبح ملكا للسعودية، ابنه الوليد، حتى حيث قام ببرنامج التلفزيون لأنه هو نفسه عنده إمبراطورية إعلامية روتانا وما تبعها، فقام يعني باستدعاء صحفيين ليعلن عن برنامج اقتصادي وسياسي، يعني كانه مرشح ايضا للملكيه. بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه، كما قلت لك، الامريكان عقليتهم ليست مثل عقليات الحكام العرب والديكتاتور العربيه، براغماتيه مطلقه، اين مصالحها وكيف ستحمي مصالحها، هذا التفكير الامريكي كيف يتم في هذه المنطقه. لذلك يعني نعود حتى للوضعية الثورية باش نحلل العامل الثالث حتى نفهم الشيماء، نفهم الصورة كاملة، وبعد نشوف أين يتموضع الأمريكان في إطار هذه الوضعية الثورية في السعودية. العامل الثالث هو موقف الجيش، حتى تحدث ثورة سلمية وانتفاضة تنجح وتسقط النظام، لابد أن يكون الجيش إما محايدا أو يخون النظام وينقلب عليه. الجيش التونسي مثلا رفض إطلاق النار على المتظاهرين، الجيش المصري رفض إطلاق النار على المتظاهرين. الجيش السعودي غائب، نحن قلنا. أحسنت، الآن الجيش السعودي، القوات المسلحة في السعودية هي اللغز، هي مفتاح لفهم ما يحدث في هذا البلد. السعودية دخلها أكثر من 500 مليار دولار سنوي بي إم بي، يعني الناتج الداخلي الخام. في نفس الوقت عنده 27 مليون نسمة، بما معنى أن هذا البلد قادر على بناء جيش سعودي من مليونين مقاتل، ومليونين مقاتل مجهزين أفضل التجهيزات وأفضل من جيش صدام حسين الذي تم الخوف منه، يعني يستدعى أمريكا والحلف الأطلسي ليدافع على السعودي، وأقوى من الجيش الإيراني نفسه لأنه الدخل السعودي النفطي أكثر بكثير من الدخل الإيراني. لكن الجيش السعودي ضعيف، كل التقنين والخبراء ومجلات استراتيجية في العالم تقول لك أنه جيش غير قتالي، جيش استعراضي للأوسمة والناشين، لكن ليس بجيش حروب. معركة الخفاجي في السعودية ضد قوات صدام حسين بينت أنه جيشها ترك وهرب إلى آخره، غير قتالي. معركة الحوثيين لولا الطيران ولا نعرف حتى من يقود هذه الطائرات، أمريكان أم عرب أم سعوديين، هربوا وخلوا مواقعهم. لماذا؟ لأنه جيش لم يدرب على القتال. لماذا؟ لأنه خايفين منه. الجيش السعودي 80 ألف أو 100 ألف مقاتل على 27 مليون، في عوض أن يكون عنده جيش بمليونين مقاتل عملوا الجيش ب 80 ألف مقاتل. لماذا؟ لأنهم لا يريدون جيش قوي. لماذا؟ وعلمت أنه حولوا جزء مهم منه إلى الداخلية، نعم. حصل هذا؟ وأكثر من ذلك، القوات المسلحة في السعودية من يحمل السلاح هم ثلاثة أنواع كما قلنا: الجيش الوطني الذي كان على رأس السلطان وكان يعني منبع للصفقات المالية ولجمع الثروات، يعني 5% يعني 5%، وانت تعرف فضيحة باي سيستمز البريطانية وبيع طائرات التورنادو للجيش السعودي كيف تتم، يعني يبيعون السلطان وزارة الدفاع يقولون البريطانيين تبيعون الطائرات لكن ضخموا في الفواتير، يعني مثلا الطائرة على سبيل المثال الصفقة بثلاثة مليار دولار، لا انتم عملوها بخمسة مليار دولار، اعطونا المليارين دولار لانها عمولة وثلاثة مليار دولار تاخذوه. يعني ما ثمش واحد جنرال او ضابط يخرب جيشه ويخرب ميزانيه بلده مثل هذا. فاذا كانت تتم بهذا الشكل، وحدثت ضجه كبرى طبعا في العالم البريطاني، وتحدثت البريطانيا وذهبت الى القضاء البريطاني، توني البرير قال نوقف كل شيء، مصلحه بريطانيا مع المال السعودي اهم لنا من القضاء وحقوق الانسان والديمقراطيه والشفافيه، هذه مصالح مقدسه لا نعبث مع مصالحنا المقدسه. اذا ماذا فعلت السعوديه؟ قسمت قواتها المسلحه الى انواع كثير، ركزت على الامن، قوات وزاره الداخليه اكثر من قوات الجيش، يريدون امن داخلي، لان بالنسبه لهم العقليه السعود انه الدفاع عن السعوديه خارجيا تقوم به امريكا مش هم،
ليسوا هم مكلفين بالدفاع عن أنفسهم، وإنما الداخل لابد أن القوات المسلحة توجه للداخل، بمعنى تسيطر على الداخل. فلذلك قوات وزارة الداخلية أقوى في عددها من قوات جيش الدفاع. ثم طرف ثالث هو الحرس الوطني، كما قلنا الحرس الوطني نشأ من تركيبة قبلية بدوية معقدة جدا لصالح الملك عبد الله بن عبد العزيز، باعتبار أن الملك فيصل الراحل كان خائفا على أخي عبد الله من إخوته السوداريين المسكين لوزارة الداخلية ولوزارة الدفاع، أي يعني نائب بن عبد العزيز كان ماسك الوزارة الداخلية وسلطان بن عبد العزيز كان ماسك وزارة الدفاع، فأعطاه الحرس الوطني ليدافع به عن نفسه ضد إخوته. إذن عندنا ثلاث أنواع من القوى المسلحة في هذا البلد: القوى الضاربة داخلية هي قوات وزارة الداخلية، لهذا يقولون النجم محمد بن نايف صاعد بشكل كبير رغم وسائل التعذيب والقمع الشديد الذي يمارسه على خصومه، فإن نجمه يصعد لأنها هي التي تمسك بالبلد، لأن التفكير الاستراتيجي أنه تقويت جيش وطني قوي ليحارب إيران مثلا ويدافع عنا ضد إيران وضد إسرائيل. لا، وعلى فكرة إسرائيل السعودية عندها ثلاثة جزر محتلة من إسرائيل، ولا أحد يتحدث على تحرير جزر سعودية احتلتها إسرائيل، ولا واحد يطرح الموضوع أصلا لتحريرها من الاحتلال الصهيوني لنفس يعني. ثم تقارير استخباراتية وعسكرية إسرائيلية تقول يعني أسبوعين الطائرات الإسرائيلية تخترق المجال الجوي السعودي وتعود، ولا اعترض احد. انت تعرف شفت الخريطه السعوديه على اسرائيل محدين بعضهم يعني بضعه كيلومترات في الخليج العقبه محدين بعضهم وصحراء النقب الى اخره، فكل ما تعمل الطيران الاسرائيلي يعمل طلعه يمر على الاجواء السعوديه يخترقها ويعود. طائرات الاواكس والانذار المبكر كل يقودوا فيها امريكان ويستخدموها امريكان. اذا هذا هو وضع القوات المسلحه في السعوديه، تم شرذمتها، تم تقسيمها لصالح الأمن الداخلي وأضعاف الأمن الخارجي. لا نريد جيش قوي، لا نريد وزارة دفاع قوية قتالية، نريد أمن داخلي للسيطرة داخليا على الشعب. اعتمدوا على الحماية الخارجية بالمعاهدات، بالمعاهدات مع الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. نعم. هذا هو. هذه الاستراتيجية. إذا هاجمتنا إيران أمريكا ستدافع عنا، إذا هاجمنا صدام حسين أمريكا ستدافع عنا، إذا هاجمنا زيد أو عمرو أو مصر وإلى آخره، مصر جمال عبد الناصر هددتنا أمريكا ستدافع عنا. نحن نتكفل بالأمن الداخلي، أي بالهيمنة والسيطرة على الشعب والتحكم فيه. لكن هذه الاستراتيجية ستنفشل ذات يوم، يعني لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية. أولا لأن الولايات، وارجع لسؤالك، لأن الولايات المتحدة الأمريكية كما قلنا ما عندهاش غرام إلى الأبد، لا صديق إلى الأبد ولا عدو إلى الأبد، عندها مصالحها أبدية. إذن أمريكا بدأت الآن تتحسس وتقول أنه تعرف عندها معلومات استخباراتية، العائلة الحاكمة لم تعد محبوبة، لم تعد شعبية، أنه الضغط الشعبي والتصاعد والتململ الشعبي بدأ يتراكم. هي لا تحب ربما الثورة على النموذج الإيراني، ثورة إسلامية عارمة، إذن فتريد أن تتحكم فيها. الآن تبحث عن مصادر القوى، هل يمكن للجيش يلعب دور؟ هل يمكن لحزب قوي وصاعد مثل حزب الأمة الإسلامي في السعودية أن يلعب دور؟ هل يمكن لقبائل جديدة وتحالف جديدة أن يلعب دور؟ هل يمكن تقسيم السعودية؟ وفعلا برنامج تقسيم السعودية أيضا فرضية يجب التعامل معها بشكل جاد، لأنه ثم فعلا اتجاه لأمريكا أن السعودية يتم تقسيمها إلى ثلاثة دول كما قلنا: دولة الحجاز السنية الصوفية، دولة نجد الوهابية، ودولة الشيعة والإسماعيلين في المنطقة الشرقية. ولكن أعود مرة أخرى إلى السؤال.